صباح الفل يا جماعة، صباح الأفشخانات. بص أنا السنة دي بقى زيكم بقى، فاهم؟ اللي هو أنا بادي من صفر تاني. فيعني مثلا دورة مثلا بتاع 2018، لا أنا كنت في ثقة، فاهم؟ وأنا داخل البطولات أنا مش هاخد تحت التوب فايف، مش هاخد تحت التوب ثري البطولة دي، مش هكسب فانكوفر برو، فاهم؟ هخش الأولمبيا من أول سنة، والسنة اللي بعديها برضه نفس الحاجة، لا أنا هخش مينيمم أقل واجب توب 2. السنة دي لا، السنة دي مفيش الثقة دي طبعًا، لأن بادي من مرحلة لسه في يعني أنا رجعت جامد، فزي زيكم، زي زيكم المشوار بعيد، نسبة النجاح قليلة جدًا. فهنضطر بقى نرجع بأتيتيود أو بفكر قديم شوية. اللي هو نقعد نتكلم نفسنا بقى، نقعد نفكر نفسنا. تصحى، عايزك تصحى كده من النوم تقول صباح الافشخانات، تبص على نفسك في المرايه تقول بص كفايه بقى خلاص، اللي حصل الاسبوع اللي فات حصل الاسبوع اللي فات، اللي حصل الشهر اللي فات الشهر اللي فات. ما تقعدش بقى تجيب في سيره اي حاجه تحبطك ولا تزعلك، اصل صاحبتي سابتني الاسبوع اللي فات. يا عم صاحبتك يا عم، وصاحبي بعدي، والناس ليه غور في ده يا صاحبك؟ ده الدنيا تدوس عليها بالجزمه خلاص. لازم تركز الاسبوع ده، اللي حصل حصل، وما عندكش تحكم غير في اللي يحصل من دلوقتي، فانت متحكم في اللي هيحصل من دلوقتي لغايه اخر اليوم، وبعدين بقى يجي بكره تقعد تعيد بقى نفس الموال ده تاني. فوق كده معايا، فوق كده معايا، عايزك تشتغل معايا، نتحفز مع بعض، تصحى كده تشم التحفيز على الريق الفاضي، تعمل اللي ما يتعملش خلاص، فاهم؟ التنين بيصحى ولازم يحرق في كل حاجه قدامه، ملهاش غير كده. لو عايز ترجع تاخد الذهب بتاعك تعمل بالظبط زي التنين، فاهم؟ لازم تصحى تطير وتحرق كل حاجه قدامك، وهي دي الاتيتيود بتاع السنه دي، هو ده الفكر اللي داخلين بيه السنه دي، ان انا ما عنديش بدايه اللي هتخليني ممكن احقق الحاجه اللي انا عايزها، لان دي حاجه انا مش متحكم فيها، انا مش متحكم في بدايه المشوار ده، انا بادي من اصابه وعمليه ظهر وبتاعه وكل الحكايات الحزينه اللي احنا عمالين نعيد فيها. بس عندي تحكم في حاجة واحدة، اللي هي أنا قد إيه ممكن أتعب النهاردة في ال 24 ساعة اللي ربنا مديهاني، قد إيه ممكن أسعى، قد إيه ممكن يبقى عندي عزيمة، قد إيه ممكن أطلع كل الطاقة اللي فيا وكل أونس تحفيز في ال 24 ساعة اللي ربنا مديهالي النهاردة، وبكرة نيجي نعيد من أول وجديد. ما تجيبليش في سيرة اللي فات خلاص، اللي فات عدى خلاص، مش هيرجع تاني، ما توجعش دماغك، ما توجعش دماغك خلاص، كفاية، قول لنفسك كفاية، قول لنفسك كفاية، ما توجعش دماغك خلاص، ماشي كنت بطل زمان يا عم وكنت جامد زمان، أنت مش جامد دلوقتي، أنت دلوقتي مش جامد، عايز ترجع تبقى جامد يبقى لازم تعمل حاجة أنت ما عملتهاش قبل كده، ما هو أنت مش زي الأول بقى خلاص، كبرت في السن، عندك إصابات بتاع، أنت مش زي الأول. فما ينفعش تعمل اللي انت عملته في الاول اللي وصلك للمرحله اللي انت كنت فيها، لازم تعمل حاجه جديده. ففوق بقى معانا كده، فوق بقى معانا كده وركز، وعندنا 24 ساعه، النهارده يوم صدر، فالنهارده هنفشخ الدنيا. كل وانت ساكت، اتمرن وانت ساكت، وهتنام الساعات اللي هتنامها وخلاص، خلصت، هتعيد من الاول تاني، ما فيهاش كلام. خلاص تعبان اشرب قهوه، تعبان خد بري ورك اوت، حلها حلها، مش مشكلتك ومش مشكلتنا. خلاص الهدف بيقول لك، الهدف بيقول لك، المشروع بيقول لك، ماليش دعوه، مش مشكلتي انت تعبان ولا مش قادر ولا الاكل طعمه مش حلو، مش قدها، روح شوف لك حاجه تانية، روح العب جولف. طبعا بعد ما نفطر عندنا برامج، عندنا كل البروجرامز دي في الفتره اللي فاتت، دي كل ده في اول 10 ايام. الصفحه الثانيه كل ده تقريبا 100 بروجرام في 10 ايام الحمد لله. اوريكم النهارده طلعنا اخر واحد، طلعناه استاذ احمد الشرفي، رفيع جدا زي ما انتم شايفين، 47 كيلو. اديته رساله بقول له عايز تكبر وتملي يبقى هتضطر تاكل، دي السعرات اللي انا اديتها له، 2200 في الايام اللي ما بتمرنش، 2800 في الايام اللي بيتمرن، ورساله كده من عم الدره، ليتس جيت يو fucking بيج برو. بعدين الدايت، كل دي الجايد لاينز، اه
لكل الناس يا جماعة اللي اشتروا بروجرامز قبل يوم 3/7 شهر 7 جولاي 3 جولاي، البروجرامز هتوصل لك النهارده. انا اوريدي باعت كل بتوع 2 جولاي بتاع اول جولاي كلهم اتباعتوا امبارح، النهارده هتبعت بتوع 3 جولاي. فلو ما جالكش البروجرام وانت شاري يوم 3 جولاي او قبل كده، ابعت رساله او ابعت على الانستجرام. والنهارده يا جماعه اخر يوم للخصم بتاع العيد، هيخلص الساعه 12 بالليل، ففرصتك خش في اللينك اللي تحت عشان تعمل ساين اب، وهنخلص شغل هناكل ونطلع نديها شيست وتراي. باو. طبعا البروجرامز دي هي اللي بتسخرني للاسف، ودي مفيش حاجه اقدر اعملها يعني. زي ما انتم شايفين طبعا نعمه الحمد لله، مش بشتكي يعني، بس 10 بروجرامز في اليوم الافرج يعني، ساعات بتبقى 5 بس بتاخد وقت طبعا، ما بين الجيم ما بين الاكل ما بين تنظيف البيت، فاهم؟ كل الحاجات دي بتاخد وقت. وبعدين حتى في النص لازم ارزع لي فيديو يوتيوب. النهارده حالا هاكل دلوقتي واصور لكم فيديو عن تاثير الهرمونات على البنات. هو ده فعلا. فالفيديو هيبقى فيه شويه حاجات في المناطق اللي تحت يعني، فخلي بالك لو هتتفرج على الفيديو ما تتفرجش مثلا جنب والدتك او والدك يعني، بس هو في الاخر فيديو ثقافي يعني. ايه الياف الكتف، الياف الكتف بدات تطلع شويه شويه سلولي سلولي. الوجبه الثانيه 250 جرام رز، فراخ مشوي 7 اونص فراخ، بحب احط عليه الباربيكيو صوص ده. زي ما انتم شايفين الكالوريز اللي فيه 8 كالوريز لكل 2 تيبل سبون، فيا دوب مفيش اي حاجه يعني. فبعد كده هنطلع الجيم. يلا يا هندس، شغالين على 5 ساعات نوم 4 كوبايات قهوه وحلم كبير. الدنيا We'll be right back.
ادينا الواجب، تمرينة خلصت، نرجع نشتغل ناكل نشتغل ناكل وننام ونعيد. انا ما بحبش ايام التصوير عشان بحس ان التمرينة مش 100%، بحس ان هي مثلا 95%. ابشع وجبة في اليوم 250 جرام جمبري مسلوق و 350 جرام رز، هنزود نفس الصوص باربيكيو صوص. بسم الله. الناس بتسأل عيالك مش معاك؟ لا، هم معايا بس انا صعب اصور وهم موجودين، فعاده بعمل فيديوهات دي لما هم عند امهم يعني، بس غير كده بيبقوا معايا الاسبوع كله، اسبوع واسبوع يعني. فلما بيبقوا معايا طبعا انا بعشيهم، ببقى مشغول في العشاء والغدا والفطار، مفيش مدارس دلوقتي فطبعا قاعدين معايا في البيت. بس هو مش معايا نيشا، مش هي بتكون زي بنتي بالظبط، بتسليني هنا. طيب يا جماعة، اتمنى الفيديو عجبكم، لو عجبكم بليز شيروه على الفيسبوك. و انا عارف ان في منكم بيحب بيعمل لي ريلز، يعني بياخد لقطات من الفيديو بتاعي بيعمل لي كده حاجه 30 ثانيه 60 ثانيه تحفيزيه كده ظريفه. فلو عادة انا بشيرها على الانستجرام يعني او على التيك توك يعني، فلو حد يعني كرييتيف يعني وعايز يعمل الحاجات دي شيرها معايا على الانستجرام يا معلم، وهعملها ريبوست. وزي ما قلت لكم النهارده اخر يوم للبرامج المخصصه على خصم من 300 دولار الى 170 دولار. لو عايز تلحق العرض يعني هسيبه بعد ما الفيديو ده ينزل ب 24 ساعه، انزل لمحتوى الفيديو سايب لك اللينك وبس. اتمنى عجبكم الفيديو. مش كل يوم هيبقى يوم تحفيزي زي ده، هيبقى في ايام المود والمزاج طبعا هيبقى مختلف، وهحاول اصور لكم برضو الايام دي بحيث ان انا اوريكم المشاعر او طريقه التفكير اللي انا بمر فيها في الايام اللي ما بكونش متحفز فيها يعني. انا اخش انام بقى دلوقتي ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.